شكري يؤكد في كلماته أمام المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بدعم مصر لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة. افتتح الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 في دورته الثانية بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 2 ديسمبر 21 جناحا دوليا يشارك فيه كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية. في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والعسكرية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مناطق عدة من العالم، يأتي معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021 في نسخته الثانية بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل ملتقا لتبادل الخبرات بين 400 شركة عارضة من 42 دولة يمثلون كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية عبر 21 جناحا دوليا. من المتوقع أن تجذب ما يزيد على 30,000 زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال. أهنئ على افتتاح هذا المعرض إيدكس. الحقيقة الحضور ضخم وبيعكس قوة كبيرة جدا للتواجد وأيضا للتنظيم وأيضا لحجم وقدرة الشركات اللي هي موجودة معانا هنا في هذا المعرض. يعني بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لكم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من السنة. يعني إن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة، وخلق تجمع عسكري راقي يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أكد أن مصر سعت لامتلاك كل أسباب القوة للحفاظ على أمنها واستقرارها في عالم أصبح يشهد صراعات متزايدة. إن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، وسعينا لامتلاك مقومات القوة ليس سعيا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يمو بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام. مصر الأرض والشعب والتاريخ مهد الحضارة ومركز الإشعاع الإنساني الذي أضاء للبشرية سبل التقدم والازدهار، سعت لامتلاك آليات القوة ونجحت في فرض إرادة السلام وحفظت أرضها وصانت حدودها بوحدة شعبها الأبي وجيشها الفتي. كلمات حملها الفيلم التسجيلي الذي شهده الرئيس السيسي والحضور من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان مصر القوة والسلام. تفيض مصر بعطائها العسكري لحماية أهداف الأمن والسلام الدولي كخيار استراتيجي وطني. جيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. وقد تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض ومنها جناح مصر، حيث استمع إلى شرح عن محتويات الجناح الذي يضم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح والصناعات الدفاعية.
جناح مجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة فندم تكون من 12 مركبة أنواع، 6 بالعرض الخارجي 6 بالعرض الداخلي. مركبات العرض الداخلي يا فندم: مركبة تمساح 4، مركبة شركة التصميم المصري الأوتوبيس المدرع، مركبة تمساح 3 الكاملة والبيك اب، المركبة تمساح 5. قام تصميم يا فندم جميع المركبات بمركز مركز التصميم الهندسي لمجمع صناعات الهندسية للقوات المسلحة. راعينا فندم فيها انها تكون طبقا لاحدث نظم التصميم، وراعينا ايضا ان تكون المركبات مختلفة الانواع والاحجام لتتناسب مع التجهيزات والمهام المكلفة بها القوات المسلحة والشرطة المدنية. كان فندم مهندس زياد العصبي على سيادتك منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مراكز القيادة والسيطرة الآلية ومراكز مراقبة الحركة الجوية. مركز القيادة والسيطرة الآلي متعدد المهام، يمكنه التحكم والسيطرة آليا حتى 16 كتيبة صواريخ مختلفة الأنواع والمديات. يقوم المركز بتحديد خطورة الأهداف الجوية وترتيب أولويات الاشتباك، ثم تحليل نتائج الاشتباك وإرسال بيانات القتال إلى المستوى الأعلى. في نسخته الثانية يأتي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس كمنصة تقدمها مصر للمنطقة والعالم للتعاون في مجالات الأمن والدفاع والتسليح وتطوير الأبحاث العسكرية، بما يعزز من حالة الأمن والسلم إقليميا ويعكس المكانة والدور للدولة المصرية دوليا. من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض على رشوان النيل. ينضم إلينا عبر الهاتف العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، افتتاح الرئيس السيسي اليوم لمعرض إيدكس في نسخته الثانية، برأيك كيف ترى أهمية انعقاد مثل هذا المعرض في مصر وما يمثله من نجاح؟ حتى حضرتك يا دكتورة دينا، مصر دلوقتي من الدول في التصنيف الأول سواء في القوى العسكرية أو دخلت مؤخراً في التصنيف كأحد الدول المصنعة واللي بتطور حتى في تكنولوجيا التسليح. فالمعرض ده بيكون فرصة لأن احنا لازم نعرف أن فكرة السلاح الشرعي اللي هو بيتم بيعه ما بين الشركات والدول هو يعني نوع من أنواع التصدر والتجارة، ففكرة التسويق موجودة فيها. المعارض زي ما بيبقى فيه معارض للطيران المدني مثلا، هناك معارض كبيرة في العالم وشهيرة. ما كانش ينفع مصر بعد الضغط اللي حصلت ان ما يبقاش عندها معرض دفاعي سواء لعرض منتجاتها او للسماح للغير، لان كل ما كان عدد العارضين كتير وكل الشركات عالمية مشاركة بيكون الاقبال على الزيارة كبير. الزيارة دي سواء بتشمل دول او شركات او اشخاص مهتمين وبما فيهم حتى الباحثين في تكنولوجيا التسليح. مصر شفنا في المعرض تكنولوجيات سواء تصنيع مشترك مع شركات كبرى زي الفرقاطة جوين اللي الترسانة البحرية بتصنعها، شفنا تصنيع مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع مع الشركة الكهربصرية العالمية للكهرباء العربية للكهربصريات، شفنا المصانع الحربية، شفنا الأسلحة صغيره وشفنا الاسلحه المتوسطه والثقيله وبما فيها حتى التوربينات البحريه، اللانشات الخفيفه، اللانشات الدوريات زي اللانش سويفت، شفنا حتى معدات في تكنولوجيا متطوره زي معدات البحث الالكترونيه، معدات الاعاقه، الدرونز المصريه، ودي انا بعتبرها يعني جيم تشينجر، تغير في قواعد اللعبه في التصنيع لان هو اصبح سلاح رئيسي في العمليات وخاصة العمليات اللي بتقوم بها الدول ضد الفواعل من غير الدول والعمليات الغير متماثلة. الخصائص متطورة حتى عن أنواع موجودة في الأسواق العالمية، وتنضم مصر لعدد دول يعني لا يزيد من 4 إلى 5 دول اللي بتصنع درونز طائرات مسيرة بمدى 14 ساعة طيران بعبوة يعني مدى تدمير 65 كيلو، ده كتير بالنسبه للدرون المتفوقه على انواع يعني زعت صدمه في العمليات في المنطقه وكان بيستخدمها جماعات من غير الدول. لما نشوف الدول اللي حضور 42 ده حضور كبير الحقيقه. لما نشوف ان الكليه الفنيه العسكريه وهيئه التسليح والمراكز البحثيه التابعه للقوات المسلحه بتشارك في سواء في التصنيع او في التطوير، وشفنا المدرعات الصناعه المصريه المره دي متطوره
عن المره اللي فاتت شفنا وسائل الاتصال مرحله رسميه والدفاع الجوي متطوره عن النسخه السابقه، تطوير في طبعا في تنظيم المعرض، لكن في تطوير في المنتج نفسه اللي بيتعرض. عدد الدول زاد، عدد المشاركين من الدول من الشركات زاد، الحضور اعتقد هيكون يعني ممكن يوصل ل 30,000 المره دي، يعني بيوجهوا دعوه للجميع للحضور، يعني الحضور هيكون اكثر. الزخم اللي تركه النسخه السابقه هيكون لها تاثير في هذه المره. حضور المسؤول الاول دوله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات فاطمه صلاح، قيادات الدوله مع القيادات اللي حاضره من دول اخرى، يعني حاضر من الجزائر مثلا رئيس الاركان، وده يعني في جيش كبير زي جيش الجزائر، بالاضافه للحضور العربي الكبير سواء كان للزياره او للمشاركه. فانا ارى ان الحقيقه مصر يعني كان يعني لابد ان يكون لديها عدد عسكري كبير مثل هكذا. بالاضافه ان مصر بتشتري ايضا، بتشوف المنتجات وتتمكن القوات المسلحه منها، يعني تدبر احتياجاتها من المعروض داخل. أشكرك شكرا جزيلا العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على هذه المشاركة. استقبل الرئيس السيسي إريك ترابايي رئيس شركة داسو الفرنسية للصناعة الجوية المصنعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس. كما استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة هانو الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد إريك ترابيي رئيس شركة داسو الفرنسية للصناعات الجوية المصنعة لطائرات رافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة داسو العالمية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذي تم على جانب فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021 تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة. أكد الرئيس السيسي ضرورة استكمال اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس اليوم عبر الفيديو كونفرنس في منتدى التعاون الصيني الإفريقي بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من الرؤساء الأفارقة. وشدد الرئيس السيسي على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية للربط القاري بين الدول الإفريقية، مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة في الصين لتنفيذ هذا التوجه. وجه الرئيس السيسي بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات بتطوير الجاري حاليا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بالإسكندرية. جاء ذلك خلال استعراض الرئيس مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وآخرين مشروعات حماية الشواطئ الساحلية في مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة وبمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط، وقد تم في هذا الإطار استعراض الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلي لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالا بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030. وقد وجه السيد الرئيس بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات بالتطوير الجاري حاليا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملا مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالي الغربي بالبحر الأحمر ومنها محور العين السخنة العالمين، وذلك في إطار المفهوم الاستراتيجي الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكباري ومنظومة الموانئ الجديدة. كما أشار السيد الرئيس لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الإنشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة وتوطين الصناعة وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل. صدق رئيس السيسي على القانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. القانون يتكون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن جواز إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأمراض والأوبئة المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص. أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون المتميز مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قضايا المتعلقة بتمكين المرأة، لافتا لأن الدعم غير مسبوق من جانب الرئيس السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية انعكس فيما اتخذته الدولة من إجراءات. وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وثمنت المسؤولة الأممية جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة على كافة الأصعدة، وأكدت ضرورة مشاركة التجربة المصرية إقليميا ودوليا. شارك وزير الخارجية سامح شكري في المنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وفي كلمته خلال المنتدى جدد شكري التأكيد على دعم مصر لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي والتنسيق مع الشركاء لتحقيق نجاح مؤتمر الأطراف الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام القادم. ولعلي أنتهز فرصة اجتماعنا اليوم لتأكيد مجددا على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي وحرصها على التنسيق مع كافة شركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف 27 الذي تتشرف مصر باستضافته في شرم الشيخ في 2022. وعلى ضوء الأولويات التي توافقنا عليها في المنتدى الماضي كذلك، فلا يفوتنا التأكيد مجددا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط، أخذا في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة والتي تتاح لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة. شركاء الأعزاء. وأضاف شكري أنه تم التوافق خلال المنتدى الماضي على 5 أولويات للتعاون المستقبلي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030. لقد توافقنا خلال المنتدى الماضي على أولويات 5 للتعاون المستقبلي: البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق والاندماج الاجتماعي والمساواة والتحول الرقمي والحماية المدنية، وهي أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي كلمته خلال المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمق الروابط التاريخية التي تربط ضفتي المتوسط وأهمية الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره منصة فريدة للحوار والتعاون في المنطقة الأورومتوسطية لتعزيز الروابط وتعميقها. أعرب الأمين العام عن تطلع الجامعة لمساهمة الأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي في إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين شمال وجنوب المتوسط. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ عصام، مصر تشارك في المنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط، أهمية هذا المنتدى وأثروا على توثيق التعاون بين دول المتوسط. مساء الخير يا أستاذة دينا، ولا شك أن هذه الثورة السادسة يعني منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، وكما أشار السيد وزير الخارجية في كلمته بشأن التحضير للمؤتمر الذي سوف تستضيفه مصر في العام المقبل وضرورة التنسيق والاهتمام بالتعاون لدعم العمل المستقبلي وربط استراتيجية مصر 2030 مع مبادئ وأسس المنتدى التي تهدف إلى التنمية بين شمال وجنوب المتوسط والترابط والتعاون والتنسيق المشترك بشأن كافة القضايا التي تهم دول حوض البحر المتوسط، خاصة في مقدمتها ما يتعلق بالشباب، ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي لا حل لها حتى الآن، أيضا بشأن التعاون من أجل
التنمية والثورة الطمع بشأن التمدد الأخضر والحفاظ على النشاط البيئي الذي يساهم في تنمية الحفاظ على البيئة ويحد من الظواهر التي تنعكس على دول البحر المتوسط ب يعني ما يكون مردوده سلبي اكثر منه ايجابي، وايضا فيما يتعلق بالتحديات وفي مقدمتها الهجرة التي تهدد دول شمال المتوسط بالنسبة لمصر. نعم. وأيضا نقاط الانطلاق وسبب وأسباب ومعالجات لهذا التطور الذي يهدد بشكل كبير، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي قاطبة بدأت في الاهتمام بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير القانونية. نعم. بعد الأزمات التي تعرضت لها بولندا مؤخرا والتي لفتت العالم إلى ما كان قد أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من 6 سنوات عندما أكد في لقائه بروما. نعم. على أهمية معالجة قضايا الشرق الأوسط لأنها سوف تساهم في تصدير تحديات لدول الاتحاد الأوروبي وضرورة الحفاظ على استقرار وأمن الدول المتوسطية لبسط نوع من الاستقرار ومظلة آمنة للشباب في هذه وقضايا المرأة أيضا في هذه الدول، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شهدت مناطق متفرقة من لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت صباح اليوم احتجاجات شعبية وقطع طرق ومظاهرات، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة، فيما تعمل القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطرق المغلقة. قام المحتجون بغلق الطرق الرئيسية مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة وصناديق القمامة، كما قام البعض بعمل حواجز بشرية لمنع المرور مرددين هتافات تنتقد الوضع الراهن والارتفاع الكبير في أسعار السلع وتدني الأجور وانهيار قيمة الليرة اللبنانية. تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية من خلال شن العديد من الحملات ضد البؤر الإجرامية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 582 عنصرا إجراميا بنطاق 22 مديرية أمن ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات، شروع في قتل. وضبط معهم 339 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 62 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1322 قطعة سلاح ناري أبرزها
168 بندقية و112 بندقية آلية و108 مسدس و934 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و170 خزينة، إضافة ل1643 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 567,904 حكما قضائيا بإجمالي 8 غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظام التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة. هذا ويهدف مشروع القانون لتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية. هذا وقد جاءت المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون ملزمة للمخاطبين به بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. تعزيز الشمول المالي، توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، أهداف يسعى مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيقها، علها تسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة بمؤسساتها كافة في الأونة الأخيرة. من مقر مجلس النواب، عمرو عبد العزيز، النيل. بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أطلقت وزارة العدل خدمة سيارات التوثيق المتنقلة بهدف دعم مكاتب التوثيق والحد من التزاحم وتوفير خدمة متميزة للمواطنين. السيارة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة والنظم التقنية وتعمل بنظام الشباك الواحد، ما يسهم في تقديم خدمة ميسرة للمواطنين. حرصا من وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتنويع أساليب تقديمها، أطلقت وزارة العدل عددا من سيارات التوثيق المتنقلة والمزودة بأحدث المعدات في مختلف محافظات الجمهورية. دي خدمة من ضمن الخدمات ضمن توجه الدولة في الميكنة ورقمنة. دي خدمة أطلقتها وزارة العدل من سنة فاتت، كان بسيارة واحدة ودلوقتي بيجي أصول سيارات. بالنسبة للشغل فيها جميع المعاملات إلا ما اختص بها القانون باختصاص ميكاني كأثبات تاريخ وكأثبات تاريخ فقط. وأنا العربيات دي سيادتك شغالة القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، وفي تعميم على جميع المحافظات. كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة لهذا الأمر. يعني أول مرة أتعامل بيها، فعلا خدمة هائلة جدا وناس محترمة وذوق في التعامل وسريعة، ما يعني ما اخدتش وقت. عايزه اعمل توكيل واتصلت بالخدمه اللي هي 15 3 ساعات وحددوا لي اقرب نقطه ليا وتوجهت اليها، والتوكيل ما اخدش بصراحه 5 دقائق. خدمه سريعه دي اول حاجه. تاني حاجه منظمين جدا، مفيش تكدس. بصراحة الخدمة هنا ممتازة جدا، سهلة سريعة. خدمة الدفع عن طريق الفيزا دي سهلت كتير، مش كل الناس بتمشي بكاش معاها، وكمان رايقة قوي قوي يعني، فبصراحة خدمة ممتازة جدا. هذا وتهدف وزارة العدل من خلال إطلاق خدمة السيارات المتنقلة إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، توفيرا للوقت والجهد مع تقديم خدمة متميزة للمواطنين. طفرة غير مسبوقة تحسب لوزارة العدل المصرية، تتجسد ليس فقط في تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقاري، بل في توفير سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة والنظم التقنية لدعم مكاتب التوثيق وسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين. أمل صبري، النيل. مستمرون في هذه النشرة وفيها بعد أخبار الاقتصاد. باربادوس تستعد للانفصال عن التاج البريطاني وتنصب رئيسة بدلا من الملكة إليزابيث.
بعد الفاصل محمد عبد الحكم وجولة مع أخبار الاقتصاد. إليك محمد. شكرا نادينا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: مدبول يشهد التوقيع على خطاب نوايا مع الأردن والعراق للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على خطاب نوايا بين مصر والأردن والعراق للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، واتفق الأطراف الثلاثة أيضا على التعاون في مجالات بناء القدرات من خلال استكشاف فرص التعاون الممكنة في مجالات المهارات الرقمية عن طريق بناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب في مجال التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن التعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إنزال المعدات في القرى المتضررة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة في لبدء أعمال التطوير ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس ببدء أعمال تطوير القرى المتضررة، أشار مدبولي إلى أنه سيتم بدء العمل على الفور في تلك القرى والتي كان من المخطط تطويرها خلال المرحلة الثانية من المبادرة. كما شدد مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ضمن مبادرة حياة كريمة والمتابعة المستمرة لتلك المشروعات. أعلنت وزارة المالية تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعا للصناعة الوطنية وتعميقا للإنتاج المحلي على نحو يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية. وأشارت الوزارة إلى فرض ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 10% تحفيزا للصناعة المحلية مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته والتابلت معفاة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 715.1 مليار جنيه وسط تداولات وصلت إلى 5.2 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 بنسبة 58%، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 2.9%. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي دينا إبراهيم. إليك دينا. شكرا لك محمد. يشارك الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني في باربادوس في حفل استقلال الجزيرة عن التاج البريطاني وتنصيب رئيسة جديدة بدلا من الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بعد نحو 400 عام من التبعية للمملكة المتحدة. بعد نحو 4 قرون من التبعية للتاج البريطاني، تستعد باربادوس للتحول إلى جمهورية مستقلة للصناعات الجوية المصنعة لطائرات رافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة داسو العالمية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة هانواء الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذي تم على جانب فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021 تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.
ونتحول لمتابعة أخبار الرياضة مجددا إلى زميلي محمد عبد الحكم. إليك محمد. شكرا لك محمد. ووقفتنا هذه المرة مع العناوين في ختام هذه النشرة. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعة الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021. خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، السيسي يوجه بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط بشبكة المحاور والطرق في الإسكندرية. شكري يؤكد في كلماته أمام المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط دعم مصر لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات. إلى اللقاء.